طيب يا اخوانا، الزهد في الدنيا هو عبادة من العبادات زي بقية العبادات، تمام؟ والزهد هو عبادة فضل، فيه فضل وفيه واجب. الزهد ذاته أنواع، فيه فضل وفيه واجب. الواجب أن يخرج الإنسان زكاة ماله، يعني أي مال أنت عندك زكيته، باقي المال اللي عندك ده ما بيعتبر كنز من كنوز الدنيا، تمام؟ والواجب عليك أن يكون أو أن تكون الآخرة هي همك ما الدنيا. ده زهد واجب. الزهد المستحب والفضل إنك أنت تتخلص مما عندك، تتخلص منه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبقي معه شيئا، حتى دنانير أربعة كان معه فألمنه الليل كله، إنه الدنانير دي يكون معه فأنفغن طلع إن طوال. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبقي معه شيء، ينفق في سبيل الله. أنت قد ما يكون عندك القدر من الإيمان لهذه الدرجة. ما كل الناس عندهم شنو؟ عندهم إيمان للدرجة دي. تمشي تمسك بيتك تقول للمرأة عندك كم سرير؟ عندي 10 سراير. وانت واولادك كم؟ كلنا 5، اولادنا 3 ونحن 2، امرقي 5 سراير. اها، هدماتك عندك شنو؟ عندي 6 ثياب، ثوب للبيت وثوب كده وثوب بمشي به في المناسبه وبسوي به شنو؟ حاجات اللي بيعملوها السودانيين دي كويس؟ يقول لها امرقي 4 ثياب برا وخلي 2، خلي 1. عندك شنو؟ عندك المخزن فيه شنو؟ فيه 10 شوالات، خلي 1 ومرقي 9. كل انت شيء تطلعين في سبيل الله، هذا فضل. فضل ده الزول لو ما عمله ما مطالب به، ولو عمله يبقى قدم لنفسه خير. ده يا اخواننا عباده من العبادات، زيها وزي تلاوه القران فضل، زيها وزي الذكر، زيها وزي كذا من العبادات. الزول اللي بيتصف به ما معناها اولا، ما معناها انه صالح. ممكن في ناس يكون عندهم انفاق وما بخلي اي حاجه. طيب حاتم الطائي ده كيف في الانفاق انت لاقاك زيه؟ العرب قالوا حاتم الطائي كانت الناقه بتاعته ما بتشرب الا تشرب النوقه الثانيات، مو هو ناقته الناقه بتقيف كده ترجع البهايم الثانيه تشرب كلها، بعد ما شرب الشبعت الثانية يا دوب تمشي تشرب. شفت الكرم ده كيف؟ ما يا اخواننا الزول ما يتخيل انه الزول لو عنده ده بس خلاص براو بيقى صالح، وده علامة من علامات الخير، يعني دي علامة خير، ما بنقول كعبة، ده علامة خير وده فضل. لكن ما معناه سيده كويس. حاتم الطائي ولده جه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، عدي بن حاتم ولده صحابي، قال أبي كان يطعم ويكسو ويفعل ويفعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا ينفعه ذلك، ما ينفعه بأي شيء. إذن يا أخواننا ده براو ما يكفي إلا مع العقيدة. عشان كده قريش لما جات تفتخر قالوا نحن بنكسو الحجيج وبنطعم الطعام وبنحمي البيت وبنرعى البيت وكده. ربنا قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. الأهم الإيمان. لو بعد ذاك بقى معه سقاية البيت والإطعام والزهد وكده يبقى ده فضل، لكن برع عقيدة ما بينفع، تمام؟ ده المقصود. نعم. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.